وصلنا ماجد؟ وصلنا. أنا كتير مستغرب، أول مرة ما بتسأليني لوين رايحين. بلشتي توثقي فيني؟ نحن وين؟ سؤالك متأخر. لسا عم توجعك؟ ما عاد حس بوجع. آخ منك يا ماجد آخ. أنور، تعرف لوين راح ماجد؟ ما عم بقدر ألقطه. ما بعرف، موبايله مقفول، كمان أنا عم دور عليه، المفروض يكون هون، وكريم بيك بده إياه هو التاني. أنور بيك تليفون إلك. نعم تفضل. ماشي أستاذ، أنا رح سكر. باي باي. أهلا وسهلا، بشوف فيني أخدمك؟ فيني أعرف وين بتكون ناريمان خانو؟ هلا تلفنت على البيت. يعني هي بالبيت؟ لا. لمين عم بتلفني؟ لناريمان. متأكدة مع ماجد؟ بتلاقيهم هلا قاعدين مع بعض؟ لا ما بظن، بعد الخناقة اللي صارت ناريمان مستحيل تشوفه لماجد بالمرة، مو ممكن. متشكرة والله، طمنتيلي بالي. سكرته. بتصدقي بلشت أقلق على بنت خالي؟ حوالينا صار أبيض. شوفي، بالنسبة إلي هالشي بخوف كتير. بس الموضوع معك غير، لأنه رح أحب كل شي. لا تخاف إذا الموضوع معي غير لك. إذا بتحبي خلينا نمشي شوي، خليني أجرب كل شيء معك أنت وبس. امشي يلا. خليني هيك عم راقب المنظر. شو بيضمن لي ما يكون حلم؟ أنا بضمن لك.
شوف الواقع بيخوف. بدك تكوني معي انت. امسكي ايدي بدون خوف. حتشوفي معي معنى الحب. بحاجتك انا ناريمان. عيشي اللحظه. طردي الخوف اللي بقلبك. بس نتمسك ببعض بنقوى، وشو ما صار مو مهم. حلو كتير. بنوب ما ضيعنا وقت اليوم، فينا نقول اللحن هيك صار جاهز؟ طبعا، وما ضل غير الكلمات. بظن هالمهمة هي مو صعبة، بعد هالموقف فيك تكتبون. أرجوك اعذرني. على شو؟ معك حق، بعد اللي صار فيني اكتبون. رؤيا؟ ليش تركتوا بعضكم؟ واثق انك بدك تسمعني؟ ايه اكيد. تمام. شو بدي اقول؟ نحن صحيح كل واحد راح بطريقه، بس تعذبت لنسيت. بتعرف انا برايي انه مع الزمن ممكن ننسى هدول اللي كنا مفكرين منحبهم. تعتقدي ممكن ننسى الحب؟ ايه مننسى، لسه الوقت جايينا، واكيد رح نحب وننحب. نحن وين وقفنا؟ هون وقفنا. اوه، معناتها تجاوزنا مرحلة. اسمعي، بكرة رح نشتغل على اللحن الثاني. ايه كتير حلو. لو تركتني ورحلت لما سألتك لما تركتني، ولكنني لن أنسى لحظة التقينا. لحظة اللقاء تختزل كل العمر وتحوله إلى سعادة. عيناك ملجأي عندما أنظر فيهما، أشعر أنني أحلق كالفراشات. في عينيك رحيق حياتي. ليت هذه اللحظة لا تنتهي أبداً.
وليت شمس حبنا لا تغيب لتضيء لنا الطريق كي نمضي إلى آفاق تحفها السعادة ويصبح كل الأفق مأوى لحبنا. كي نحلق بلا قيود في دنيا السعادة. هي نحن نمتلك العالم. هذا هو العشق يصنع لنا أجنحة لنطير بها. أشعر أنني أحلق وأطوف العالم دون قيود. سأجعل من حبنا أسطورة كما أنا أحبه. خلينا نمشي. شو قلتي؟ خلينا نمشي. مثل ما بدك بنمشي. سلام يا حلو. أهلا ومرحبا، شلونك؟ ليلة امبارح كفيتي ووفيتي. لا بفهم من هيك، عجبك اللي عملته؟ ايه فرحتني. منيح نبهتينا قبل ما يجي خالك. بتصدق هالمرة اجت معي صدفة؟ تعرف أنا بيطلع بإيدي فرق أكتر ما ألم. لك يا ليلى، بشرفي بنظرة منك بتخليني ميت شقفة وما بحسن اتلملم بقى. شو هالحكي؟ أنت كتير لذيذ. مثل ما طفيتي النار مبارح هون بالحارة، بتمنى تحاولي تطفي النار يلي شاعلة بقلبي لأني خايف احترق. بدوناتك ليكن وراك. بحر مرمرة كله ما بيطفيها. لا تكون عم تحكي جد. وحياتك حريق درجة ثالثة. لهالدرجة قلبك محروق؟ ماشي. اليوم برد لك خبر. وعد مو؟ اليوم وعد. ويمكن بكرة ما بعرف. ليلى أنت ليش هيك دايما بتساوي معي؟ يا الله شقلك قلبي، شقه لتصدقي. بيصير. بس بدون ما تنزف، وأنا يلي رح شقه، ما رح تتوجع صدقني وبلا أي ألم. بس وعدني لا تقول آخ. ما تكرمي. ليش هيك عم تعمل معي؟ منشوف اليوم بركي بترد لي خبر. هي وعدت بهالشي. ماما مانك شايفتيني؟ عندي مادة وما فيني روح. خلاص خليكي لا تروحي. روحي نور، ما تتركيها لحالة. اختي اختك، روحي معها. ليش مو عم تتركني هي لحالي على طول؟ لا والله عندها حق. اوه شو هالحلو، لوين؟ متفقين نسهر عند ماجد بالبيت اليوم. ماجد ما شفته بالشركة، شو وينه؟ عنده شغل برا. يلا جاهزة؟ ما منطول. بخاطركم. الله معكم. سلموا لي على خالي أريج. سليم، ممكن نشرب فنجان قهوة مع بعض؟ مو ممكن، لأني كتير تعبان فايزة. لوين بتكون راحت؟ قد ايه الساعة معكم؟ لسه الوقت بكير، اطمن. نوران مانك ملاحظة؟ من أكثر من 3 ساعات وحضرتك عم تعيدي نفس العبارة؟ شو عم بتبالغ؟ ليلى دقي لها مرة تانية. خالو دقيت من شوي. أنا ناطرة. أول ما بتصل دغري من خبرك أخي، اطمن.
ليلى، لوين ممكن تكون راحت هالبنت؟ الله يستر بس ما يكون صاير معها شي مو منيح. قالوا لك ناريمان؟ لا أنا فخرية. خالة نورا وين ناريمان ولشو ما عم ترد؟ لك يا فخرية قليلي وين راحت ناريمان؟ وأنا التانية عم بسأل عنها خالة نوران، والله ما بعرف. دقيت على موبايلها ما ردت. بس لا تقلقي يا خالة نوران، هي مو صغيرة يا بتكون مع حدا من رفقاتها وما عم تسمع الموبايل. شو هالكذب هادية؟ والله زودتها. بشو أحلف لكم إذا ما بتكون مع ماجد حضرتها هلأ؟ ناريمان، كل شي حلو فيكي، عصفة رائع هدول الناس. بلا صح، بدي ارقص انا وانتي هلأ. فيني اتشرف بهالرقصة معك؟ ما بزعل إذا ما فيكي. فيني. يلا خليني أعلمك. ما عاد حس بوجع. شوفي معي معنى الحب، بحاجتك أنا ناريمان. سكر
Kendi hayatımdan çaldım. Yeri cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım. يا أهلا وسهلا. مساء الخير. تندهي لماجد إيمان؟ ماجد بيك مو بالبيت نيفين خانم. ماجد ما بالبيت؟ ها أهلين، شو هالمفاجأة الحلوة؟ مو مفاجأة، لأنه المفروض ماجد عنده خبر بجيتنا. كنا متفقين نسهر مع بعض هون اليوم، بس الظاهر أنه ماجد نسي. طالما متفقين أكيد بيجي، ما بيتأخر، ومن هون ليجي. قعدوا معي شوي لنتسلى. ما قلك لوين راح؟ قبل شوي اتصلت فيه، بس يمكن ما انتبه. تفضلوا. كأنك انبسطتي لما وصلنا على حارتكم. ايه صح، بيجوز لأني بحس بأمان. بس أنا ما بحس بأمان. انسي، وصلتك بأمان لباب بيتك. كنت حاسس بإني أسعد إنسان بالعالم. فهمت، لازم روح. تصبح على خير. ممكن أتشكرك على اليوم؟ ديري بالك على حالك. وينك لهلا؟ أنا هون بالحارة. ماشي، خليكي هون بالحارة. أهلك صرعوا راسي من الصبح وهنن عم يسألوا عن جنابك، وبظن إذا فتي أبوك حيخانك. فخرية، ما رح تصدقي إذا بحكي لك شو صار معي. وأنا ما بدي أعرف يا ناريمان. بعد اللي سمعته من أهلك ما بدي أسمع شي. زودوها كتير اليوم عمو فايز وخالته نوران. فخرية، أنا كنت معه، سهرنا ورقصنا.
ناريمان حبكم بلش هلا، صدقيني حبكم رح يبلش من اليوم، وبكره بتشوفي شلون بدي قلكم الف مبروك. رح يخبك ناريمان. ناريمان طيب انا رح سكر روحي. يلا فوتي لجوا. ليكي انا مو معي ناريمان، بابا عم يستناكي. وين كنتي لهلأ؟ بابا شفت صديقتي بعد ما طلعت من المرسم ورحت معها. ولشو موجود الموبايل؟ صعب تخبري واحد منا؟ نسيت. تلفنا كتير، ليش ما رديتي؟ فكرنا صاير لك شي. أنا هون مو صاير لي شي، منيحة، المفروض تفرح لأني منيحة معها. وشو مشان خوفنا عليكي؟ ما فكرتي فيه؟ أنا كنت رح جنة ريمان. أرجوك عذرني بابا، ما عاد اتأخر بالمرة. بعد اليوم ما عاد في روح على المرسم. وهلأ روحي على أوضتك. بابا انت بتعرف انه هالمنحة رح تغير مستقبلي. لو كنت بتفكري بمستقبلك ما تصرفتي بهالشكل. طالما ما نكسألي ما في مرسم. صحيح، بس هالحكي مضى عليه وقت طويل، لهلأ متذكرتي معقول؟ طبعاً. ها؟ ليكو إجا ماجد. يلا أنا رح أترككم لحالكم، تصبحوا على خير شباب. ماجد وينك لهلأ؟ تاركني لحالي مع الصبايا؟ مين مسكك كنت روح؟ أكيد حضرته نسيان. يعني صدقني ما كنت متخيلة إنه نجي لعندك وما تكون موجود بالبيت ماجد، نسيت؟ لا تزورني هيك، تلفنت لك ما جاوبت. أنت وين كنت طول اليوم؟ ليكي هالشي ما بيخصك. عكل حال بكره بس اجي على الشركة الصبح، فينا كلنا نحكي بخصوص الشغل. بعتذر هلا تعبان ما فيني احكي. بنتي انا بدي افهمه بس، من الصبح ونحن عم نتصل فيكي ليش ما عم بتجاوبي؟ بلكي مشغولة مو حسناني. ناريمان قولي لي ليش ما عم تجاوبيني لك بنتي؟ مو جاي عبالي عمتي. هلأ مطلوب مني إني فهمكن اللي عم يصير حتى تنبسطوا يعني؟ لا بس أنا بدي أطمن شو صاير معك. وقت اللي بكون واقع بمشكلة ما حدا بينتكشني ولا حدا منكم بيقلي شبك. وقت اللي بكون مبسوطة كلكم بتنكدوا علي. أنتم متفقين عن النكد يعني؟ ممكن تفسروا لشو بتحبوا النكد كل هالقد؟ من أجله لهالحكي هاد لبكرة ناريمان. مثل ما بدك أمرك، ما أنا بكرة طول النهار بالبيت. ناريمان يا حب، ممكن أعرف لشو هالفرحة؟ ماجد أرجي أغلو؟ ما راهق مزاجي ليلى أرجوكي. ما قلت لك ماجد سببها. هاتي الموبايل، ممكن تعطيني يا ليلى؟ ليلى بلا ولدنا، هاتي الموبايل بلا غلاظة. هاتي عم قلها. احكي لي لوين رحتوا لكان؟ ها؟ رحنا مشوار. ارتحتي؟ هاتي اعطيني. الو
ناريمان؟ هي انت فخرية لك. ايه انا. ليش مين كنتي مفكرتيني وعم تردي الو؟ بسرعة خبريني انت وماجد لوين رحتي اليوم؟ بلا جنون وسكري فخرية. ناريمان لا تقفلي الخط بوشي العمى. ناريمان؟ انت وحدة مجنونة. انت وحدة عشقانة ومانك هون بنوب. لك رحنا رقصنا وبس فخرية. هلا مبسوطة؟ برأيي أكتر من هيك صار. ناريمان؟ ماجد؟ فكرتك والله فخرية. هي دبقتني. بدها تعرف شو عملنا وردت أحط لها. آسفة ما كنت بعرف إنه أنت على التليفون. ناريمان أنا بحبك. طيب ما في داعي تردي بنو. أنا بكفيني إنك تسمعي وبس. لما تجي فخرية بكرة بدي توصلي لها كلمتين. اللي هن؟ اللي لأنه بيحبني. هلأ تصبحي على خير. شو انت ما مليت من ملاحقتهم؟ ما فهمت. من هدول ما عم تتعب من ملاحقتهم طول الوقت؟ ليكي انا كنت صافن. ما تصفن مو منيح. أنا مقهورة مشانك كتير. سمعت شو عمل أبوك. معقول مشان ناريمان تتخلى عن مستقبلك؟ هي وغيرها دائما بيحاولوا يصطادوا الشباب اللي معهم مصاري وبيرموهم بعدين. مثلك أنتي نيفين؟ تعرف أني مالي بحاجة لمصاري. أهلي عندهم مصاري ونفوذ. الشيء الوحيد اللي محتاجته عن جد عشقك إلي. بالنسبة لناريمان بدها بس مصاريك. اسمعي أنا بعرف منيح شو بدي هلأ. أنت مفكر حالك عرفان بس مو صح. ناريمان رح تتخلى عنك. أول ما أبوك يقلعك من البيت ومن الشركة تبعه ناريمان أول وحدة رح تتركك. لا هي أحلى. بس
بتشبهي رجل من الجندي لابسية، مو هيك مرفت؟ ها عصي؟ تا كل ولي. لا 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 هلقمي ايه؟ يلا.